بسم الله الرحمن الرحيم. مع بعض النهاردة إن شاء الله سنة رابعة هناخد درس جديد اسمه السعة. يعني إيه السعة؟ السعة هي مقدار ما يحتويه كوب أو علبة من سائل أو مادة، يعني علبة العصير هي مقدار ما يحتويه من سائل أو عصير اللي هي العلبة. طيب مع بعض لازم ناخد وحدات قياس السعة. السعة ليها وحدتين، اللتر والمليلتر. طيب إيه اللتر بيساوي 1000 مليلتر؟ يبقى أنا عايزة قدامي أعرف لو عايز احول من لتر للملي لتر هضرب في 1000. طيب لو عايز ارجع من الملي لتر لللتر هقسم على 1000. مع بعض كمان لازم ناخد شوية حاجات نحفظها كويس، ان اللتر بيساوي 1 دسيمتر مكعب، والملي لتر بيساوي 1 سنتيمتر مكعب، وان النص لتر بيساوي 500 ملي لتر، والربع لتر بيساوي 250 ملي لتر، والتلات ارباع لتر بيساوي 750 مللتر. طيب تعالوا ناخد مع بعض كده شوية أسئلة. ما سعة كوب الماء؟ كوباية المية كبيرة ولا صغيرة؟ هتبقى باللتر ولا بالملي؟ هتبقى بالملي، يبقى 25 مللتر. طب قدامي ما متوسط استهلاك الفرد العادي من المياه في اليوم؟ يعني انت في اليوم هتستهلك قد ايه؟ اكيد مش هستهلك حاجة صغيرة، يبقى مش هياخد الملي لتر. يبقى قدامي 15 لتر ولا 1500 لتر. طيب استهلاكك هيبقى قد ايه؟ كبير قوي ولا صغير قوي ولا وسط؟ اكيد هيبقى بالالف وخمسمائة ملي لتر. يبقى ولا يبقى ملي لتر قليل قوي، ولا لتر كتير، ولا لتر قليل. يبقى 1500 مللتر يعني عبارة عن 1.5 لتر تقريبا. اكيد مش هستهلك 15 لتر بحالهم، ولا 1500 عدد كبير قوي. طب ما مقدار كمية اللبن التي تستهلكها أسرة مكونة من 4 أفراد؟ هتستهلك أكيد باللتر أو بملي لتر بس كبير شوية. تعالوا نشوف كده مع بعض. هتستهلك 2000 ملي لتر، يعني كام لتر؟ يعني 2 لتر لبن. أكيد مش هتستهلك 50 ولا 500 لتر، لأن احنا عارفين الإزازة اللتر اللي هي الحاجة الساقعة بتبقى حجمها قد إيه. طيب تعالوا مع بعض أكمل. 20 لتر بتساوي كام ملي لتر؟ اتفقنا مع بعض عشان احول من لتر لملي لتر اضرب في 1000، يبقى هتساوي كام؟ 20000. هنا في صفر زيادة عشان العشرين، هنحط صفر كمان، العشرين هتنزل ويتحط لها 3 أصفار عشان هضرب في 1000. طيب هنا 7000 ملي لتر عايزة احولها اللتر، هنا هعمل العكس هقسم على 1000. يبقى لما اقسم على 1000 تبقى كام؟ 7 بس. طيب 7 لتر عايز احولها الملي لتر، قلنا لسه كنا قايلين فوق بعمل ايه؟ بضرب في 1000، يبقى 7000. طب العشرين ملي لتر عايز احولهم للتر، هنقسم على 1000 ونروح قايلين العلامة، ادي 1 2 3، يبقى 2 من 100. طيب هنا عايز يرتب الكميات الآتية تنازليا. يعني ايه تنازليا؟ يعني من الكبير للصغير. اول حاجة يا سنة رابعة لازم اخد بالي ان اخلي كل الارقام اللي قدامي يا بلتر يا بملي لتر. تعالوا نحول مع بعض اسهل، نخليها كلها باللتر. 8.25 لتر يعني 8.25 من 100، 25 من 100. تمام هنا 9000 ملي لتر، 9000 عايز احول من ملي لتر للتر، يبقى اقسم على 1000 تبقى 9 لتر بس. وهنا 5 لتر، وهنا 6500 ملي لتر عايز احولها لتر، اقسم على 1000، 1 2 3، يبقى هتبقى 6 ونص لتر. يلا نرتب مع بعض من الكبير للصغير. اكبر حاجة قدامي كام؟ 9 لتر اللي هي 9000 ملي لتر. ومين اللي بعدها؟ 8.25 لتر، وبعد كده 6500 ملي لتر اللي هي 6.5 لتر، وبعد كده آخر حاجة 5 لترات. تعالوا نبص كده مع بعض، 9 لتر و8.25 لتر و6.5 لتر و5 لتر. برضو يا سنة رابعة عايزين ناخد بالنا من حاجة، إن لما أجي أرتب لازم أرجع وأكتب بأصل الحاجة اللي مكتوبة. يعني 9 دي هحطها 9000 زي ما هي كاتبها لي فوق بالملي لتر. يبقى لما أجي أرتب منساش إن أنا أحط كل واحدة بأصل الرقم بتاعها فوق. يبقى أول حاجة 9000، وبعد كده 8.25 لتر، وبعد كده اللي هي 6500 ملي لتر، وبعد كده 5 لترات. يبقى أول حاجة
منساش يا سنة رابعة، وأنا برتب أحط كل رقم زي ما هو مكتوب فوق الوحدة بتاعته، سواء باللتر أو بالمليلتر.